ايه يا اختي، قنبلات الموسم، قنبلات 2023، كريم صاروخي لزيادة في الوزن. من اول استعمال غادي تشوفي الفرق في الجسم ديالك، تكبير وزيادة في الوزن اي منطقة في الجسم ديالك، جميع المناطق الانثوية منها الخدود، الوجه، منطقة الذقن، اليدين، الصدر، المؤخرة والارداف يا اختي، وساقين. من اروع الكريمات حصريه، ولاول مره في قناه وورد كاتي اختي غادي تولي بالله راكات شعلي، غادي تبيضي وغادي تزياني في نفس الوقت، غادي يعطيكم تبييض وتفتيح للبشره ديالكم. اي منطقه حطيتي فيها هاد الكريم المعجزه غادي تبيض وغادي تزيان، وفي نفس الوقت غادي تكبر وتتضخم وغادي تزيد في الوزن ديالها. فما عليك اختي غير تبعي معايا لا فيديو حتى الاخر باش تشوفي ان شاء الله مكونات الوصفه وطريقه التطبيق، لانها جد 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 مهمه. سلام الغاليات على قلبي، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخيرين وعلى خير ان شاء الله. اللي كتشوف لا فيديو ديالي لاول مره او ماشي اول مره، ديري اختك واحد لايك قبل ما تكملي لا فيديو، باش هاد لا فيديو ان شاء الله يوصل اكبر عدد ديال الناس ويستافدوا منه، واشتركي في القناه باش تنضمي ان شاء الله العائله ديالنا وتولي وحده منا وتبعي مجموعه من السلسلات، وفعلي داك الجرس باش اي فيديو ان شاء الله تحط في القناه يوصلك انت الاولى. نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول مكون غادي نحتاجه ان شاء الله اللي هو الحمص. غادي ناخذ تقريبا جوج معالق كبيره من الحمص، غادي نديرهم في واحد الكويس ديال الماء وغادي نخليهم يباتوا ليله كامله، يعني الحمص خاصو يترطب، وغادي نحتاجوا الماء ديالو والحمص. غادي نخليهم على جنب كيف ما كتشوفوا، هادي من بعد دازت ليله كامله. المرحله الثانيه غادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال الزبيب، اي نوعيه ديال الزبيب، الزبيب الابيض او الزبيب الاسود. وثاني مكون جوز الهند مبشور، ملعقه كبيره من جوز الهند مبشور. والمكون الثالث اللي هو الحلبه، ملعقه كبيره ديال الحلبه كيف ما كتشوفوا. فالحلبه في هذا الكريم هذا غادي نوريكم واحد السر، نهائيا يا البنات ما كايناش ريحه الحلبه في هذا الكريم هذا، فخليكم معايا والله يا اختي حتى غادي تفاجئي تقولي هذا الكريم هذا واش فيه الحلبه ولا ما فيهاش، لانه يا البنات واحد الرائحه غادي تشوفي في هذا الكريم هذا، لانه غادي ندير فيها واحد السر. لاش غادي نقول لكم سر يا البنات اللي واعر واعر واعر. اذا شنو غادي نديرو؟ غناخذ ان شاء الله المكونات غنديرهم في واحد الكاسرونه، غادي نزيد عليهم الكاس اللي قلت لكم ديال الحمص اللي خليناه مرطب ليله كامله، غادي نضيفوه على المكونات ديالي، وغادي نزيد واحد جوج كيسان كبار ديال الماء اللي غادي يكون مغلي مزيان. من بعد غادي نحطهم ان شاء الله فوق البوطه على نار اللي غادي تكون مهيله بطبيعه الحال، ومع نغطيو الاناء نغطيوه مزيان باش هذيك الزيوت الطياره ما تطيرش كامله، ونستافدوا منها ونخليه حتى ينضج لينا الحمص والحلبه، كلشي يترطب وكلشي غادي يطيب. من بعد مني غادي نحس بكلشي بدا كيطيب، غادي نزيد واحد المعلقه كبيره من الشمر اللي هو النافع، معلقه اللي غادي تكون كبيره. من بعد ان شاء الله غنجيب المكونات ديالي بهذا الشكل هذا وهما سخان، غادي نطحنهم مزيان بالميكسور او بطحانه او اي حاجه نتوما باش كطحنوا، مهم تحاولوا تطحنوا لي المكونات مزيان مزيان، كلشي ينسجم مع بعضياته. مهم بهذا الشكل هذا غادي نتحصلوا على الخليط ديالنا، غندوزو مباشره غادي نصفيوه، غادي نصفيوه في شي صفايه اللي غادي تكون رقيقه باش ما يخرجوش لينا هذوك الشوائب ديال المكونات وداك الشيء، لانه بغينا كريم يكون ناعم. غادي نحاولوا اننا ناخذوا الصفايه اللي غتكون العوينه ديالها رقيقه، او غادي ناخذ واحد ليباموس ولا زويف ديال حياتي باش تسهل معكم القضيه بهالطريقه حتى نكمل ان شاء الله الخليط ديالي بهذا الشكل هذا، غنتحصل على واحد الكميه اللي لا باس بها من الكريم ديالي. دابا غنوريكم الطريقه ان شاء الله شنو غادي نديرو. غادي نزيد على هذا الخليط ديالي تقريبا واحد المعلقه اللي غادي تكون كبيره ديال نشا الذره، ملعقه كبيره من نشا الذره اللي هي المايزينا، ونحرك مزيان مزيان الخليط باش نشا الذره ما ديرش ليا دوك الكويرات في السائل ديالي، السائل ديال الكريم ديالي. مهم نحرك مزيان، ولا شنو غادي ديرو؟ غتاخدي ديك النشا الذره غديريها في واحد الكويس، نص كويس ديال الماء،
وغادي تذوبيها وترديها. دابا السر اللي غادي نضيف ان شاء الله باش نتفاداو الريحه ديال الحلبه في هذا الكريم هذا، اللي هي هاد الزا يا البنات اللي معروفه كدير غير درهم عند مول الحانوت، فاني او منسم ديال الفاني او الروح ديال الفاني، مهم اي حاجه عندكم. الا ما عندكمش كاع من هاد الشيء كامل غادي ديري غير قشور ديال الحامض او قشور ديال البرتقال، غادي تطحنيهم مع المكونات في الاول في الخليط. الا ما عندكش فهاد الشيء غادي ديري غير هاد الزا. اش غنقول لكم البنات، انا كنخلط وكتطلعني واحد الرائحه ما شاء الله ما شاء الله ديال الفاني مع خليط ديال هاد المكونات ديال جوز الهند مع الزبيب مع الحلبه، واحد الرائحه اللي رائعه يا البنات. من بعد غناخد الخليط ديالي غادي نديرو على شكل حمام مريم او حمام مائي، غندير الكاسرونه وغادي ندير الجبانيه الوسط، فجبانيه الوسط وغادي نبقى نحرك مزيان 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 حتى نتحصل على هاد القوام خيط واحد، وقد ما هو غادي تبرد قد ما هو غادي تيشد راسو. المكون الاخير اللي غادي نضيف ان شاء الله في هاد الخليط هذا اللي هو الخميره الفوريه، غناخد ملعقه كبيره من الخميره الفوريه، ويفضل انكم ديروها حتى يبرد الخليط، ما ديروهاش وهي والخليط سخون. الا درتوها والخليط سخون ما غادي تستافدوا حتى شي حاجه من الخميره، يكون الخليط بارد برد مزيان، وغادي نضيفوا ان شاء الله معلقه كبيره باش نستافدوا من الفوائد ديالها. وبالنسبه للخميره راه ما عندها حتى شي ضرر البنات للبشره ولا للشعر ولا حتى شي حاجه، فهادو غير اكاذيب وتاويلات وكلام وهضره وبزاف كل واحد شنو كيخرج. فالخميره راه كيتصيبوا منها كريمات غاليه الثمن، سيرومات، ماسكات، كتصنع منهم بزاف ديال الحوايج، فما عندها فاش غدركم. يعني الا كتغدرنا غدرنا حنا الاولين كناكلوا الخبز وكناكلوا شحال من حاجه، يعني غدرنا في الجهاز الهضمي ديالنا، فما عندها حتى شي خطوره بانها كدير الدود ولا شي حاجه، هادشي غير هضره وكلام، راه ما كاين والو. هي بالعكس راه رائعه للبشره، وكتعطي حتى التبييض، كتعالج البقع الداكنه، البقع البيضاء، الكلف، اي مشكل عندك في البشره ديالك كتعالجو لك. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نخلطو ان شاء الله المكونات ديالي، وغادي نعاود ناكد لكم الخميره ديروها في الخليط وهو بارد، ما ديروهاش وهو سخون، ما غاديش تفاعل معكم وما غتعطيكمش النتيجه، غادي ديروها والخليط بارد كيف ما كتشوفوا. وغادي نجيب الميكسور وغادي نحاول انني نخلط الخميره مزيان مع الخليط ديالي، لانه كتبقى دايره واحد الكويرات خفاف مزيان، كل شيء ينسجم مع بعضياته وصافي. بهذه الطريقه البنات غنتحصلوا على واحد القوام اللي خفيف، حنا ما بغيناش كريم يكون ثقيل، بغينا كريم يكون خفيف بهذا القوام هذا. الا تبعتوا معايا المكونات من اول لا فيديو لاخر لا فيديو غادي يصدق معكم ان شاء الله الكريم كيف ما وجدتوا بهذا لا تيكستور هذه، ما تزيدوا ما تنقصوا من حتى شي حاجه تزيدوها من راسكم، وصافي ما غاديش نسد على الخليط ديالي. الكريم غادي نخليه بحال هكا، ما غاديش نسد عليه، الا سديت عليه غادي يفيض معايا لانه باقا الخميره سخونه. غادي نخليه تقريبا واحد ساعه او نصف ساعه، عاد من بعد ان شاء الله غادي نسد الخليط. مهم ماشي دابا غادي نخليه، فانا غير سديته باش ان شاء الله نوريكم دابا الطريقه ديال الكريم وطريقه التطبيق باذن الله. خليكم معايا ان شاء الله لاخر لا فيديو. كيف ما كتشوفوا البنات بالنسبه للكريم ديالنا ها هو وجدناه البنات، شوفوا ما شاء الله لا تيكستور ديالو، فاحنا بغيناه بهذا الشكل هذا، ما بغيناش نتحصلوا على قوام اللي غادي يكون ثقيل شي شويه، بغينا يكون كريم اللي خفيف خفيف لواحد الدرجه اللي كبيره بهذا الشكل هذا البنات. مهم يكون خيط واحد بهذا الشكل هذا، ها نتوما خيط واحد بحال هكا. بالنسبه لطريقه الاستعمال، الا كنتي غادي تستعمليه ان شاء الله الجسم ديالك مثلا المؤخره الساقين الارداف، غادي ديريه ان شاء الله ليليا فوق ما تبغي تنعسي، غادي تحاولي ديري واحد الفوطه اللي غادي تكون سخونه، غادي ديريها في الماء اللي غادي يكون مغلي، وغادي تحطيها على ديك المنطقه غير بما تحلو معنا المسامات. من بعد غتجيبي الكريم ديالنا بهذا الشكل هذا، وغادي تمصيه مزيان على ديك المنطقه، راه دغيا كتشربوا لابو يا البنات، دغيا كتشربوا لابو، راه ما شاء الله غنقول لكم واعر 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 واحد الدرجه اللي كبيره، وبغيتكم تجربوه باش تشوفوا النتيجه قدام عينيكم، غادي يعجبكم وما غاديش تبقاو تستغناو عليه نهائيا يا البنات. صافي من بعد غادي تجيبي السلوفان، او غادي تجيبي شي عندك شي سروال هكا يكون سخون غادي تلبسيه، مهم تدهني مزيان وتلبسي شي سروال اللي غادي يكون سخون، وغادي تخليه حتى الغد ليه
اولا غادي ديري السلوفان في ديك المنطقه، غادي تدوري عليها السلوفان، غديري الكريم وديري السلوفان، ومن بعد ان شاء الله غادي تنعسي. الغد ليه غادي تنوضي تغسلي عادي، غادي تبقاي ديريه ان شاء الله يوميا. بالنسبه للوجه واليدين بالنسبه للوجه واليدين غادي نديروها ان شاء الله على الاقل واحد ساعتين في الوجه ديالنا. غادي تدهني بها الوجه ديالك كامل، هانتوما البنات، فانا غادي نطبقو قدامكم باش تعرفوا بانه ما فيها حتى شي ضرر نهائيا للبشره ديالكم ولا الجسم ديالكم ولا حتى شي حاجه. كريم يا البنات بمكونات اللي ما شاء الله غترجع لك بالصحه وبالخير. في نفس الوقت غتطبقيها الوجه ديالك غتعطيك تبييض وتفتيح للبشره 10 درجات، لانه يعني ما شاء الله فيها الحمص، فيها النشا، فيها الشمر، فيها الزبيب، فيها مكونات اللي ما شاء الله كتخلي البشره هكا كديري يا اختي مع وردكاتي. ما غادي نمشي من هنا اختي، نخليكم يا اختي بالله راه كتشعلوا. غناخذ واحد شويه بالكريم بحال هكا وغادي ندهنوا في الوجه ديالي. شوفوا البنات لا تيكستور ديالو كيفاش دايره، هانتوما بحال هكا في اي منطقه عندك اختي نحيفه غادي تطبقي لها ان شاء الله هذا الكريم هذا، وتفكريني ودعي معايا دعوه ديال الخير. من اول استخدام غادي تحسي بواحد النتيجه اللي رائعه في البشره ديالك وفي الجسم ديالك وفي المناطق اختي الانثويه ديالك يا اختي، غادي تولي قنبله قنبله ديال 2023. غادي تدهني مزيان بهذا الشكل هذا، ها انتم بدات غير هو عندكم النيف، ما تحطوش على المنطقه ديال الانف ولا الودنين. المنطقه ديال الانف راه غادي يكبر لكم نيفكم، حاولوا تبعدوا على هذه المنطقه. بغيتي ديري الوجه ديالك، بغيتي ديري غير الخدود بهذا الشكل هذا مثلا، بغيتي هذه المنطقه ديال الذقن غادي تكتفي غير بهذه الطريقه. ها انتم بحال هكا دهني مزيان في الوجه ديالك صافي بهذا الشكل، ونبعدوا على المنطقه ديال الانف ونبعدوا على المنطقه ديال الاذنين، وصافي البنات بهذا الشكل هذا غادي نحتفظ به ان شاء الله في الثلاجه. المهم غادي تخليه تقريبا واحد نصف ساعه بلا ما تغطيه حتى تبرد معنا الخميره ان شاء الله. ما تحطوش الغطاء لانه غادي تفيض الخميره، خليه بهذا الشكل هذا وغنحتفظوا به ان شاء الله لمده اسبوع في الثلاجه. غتبقاي ان شاء الله تستعمليه يوميا يوميا، وغادي تفكروني ان شاء الله. وبغيتكم البنات بارطاجيو هذا الفيديو، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم فضلا وليس امرا. كتستافدي من وصفاتي وكيعطيوك نتيجه الحمد لله، وشكرا لكم بزاف بزاف على شهاده حق اللي كتكتبوا لي في لي كومونتير لالا خطاكم عليا. ففضلا البنات ديروا لايك قبل ما تكملي الفيديو، ما عندك ما تخسري عليها حتى شي حاجه، غير غادي تبركي على ديك لايك اللي هي البصمه كاينه تحت من الفيديو، وكملي اختي الفيديو استمتعي بالوصفه ونوضي اختي طبقيها وحيدي لي العكس. فصافي البنات غنحتفظوا به في الثلاجه كيف ما قلت لكم، غنحتفظوا به في الثلاجه لمده اسبوع واحد فقط، وغادي نعاودو نصيبوه واحد اخر. وان شاء الله فانا طول هذه المده غنشارك معكم كريمات اللي خياليه وحصريه لاول مره في قناه وورد كاتي، ما غتلقاوها في حتى شي قناه وحده اخرى. وصافي البنات تنكون وصلنا لاخر مرحله كيف ما قلت لكم، غتخليها في البشره ديالك واحد ساعه حتى ساعتين هي القليله، وصافي غادي تغسلي الوجه ديالك. المهم ما تخرجيش الشميسه انت غير في الدار ديالك، وغتغسلي الوجه ديالك مزيان مزيان، وديري واحد الكريم مرطب او واقي شمسي، لانه دابا حنا في الدار جالسين راه داخله لينا الشميسه، كاين الحراره ديال الفران، كاين الحراره اللي داخله من السرجب، يعني ضروري البنات ما ديروا واقي الشمس واخا نتوما في الدار، او شي كريم مرطب للبشره ديالكم تكون فيه الاس بي اف عاليه فيه، غادي تقضيو به ان شاء الله. وصافي البنات تنكون وصلنا لاخر مرحله، ما سخيتش بكم. اللي بغات تواصل معايا مرحبا والف مرحبا بيا، تواصل معايا ان شاء الله الانستغرام ديالي اللي كتشوف هنايا، تما كنتناقش معكم، تما كتواصلوا معايا اكثر واكثر، كتشوفوني كتعرفوا بزاف ديال الحوايج عليا، فمرحبا بكم والف مرحبا بكم. وغادي نقول لكم ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد.